يعني قبل استعراض تشكيلة جديدة. تسديدة جميلة من وائل زكوقي، لكن حارس مرمى نادي بني بوعيش حمزة أقدار يتحبر في إنهاء الهجمات. وائل زكوقي أمام المرمى، تسديدة ضيعت، استقبل الهدف، ضيعت ماك عليك الهدف، ملي كيضيعك السياش دائما كما قلنا تقدم بني بوعيش بهدف دون مقابل. تسديدة كما قلنا ضيع الأولى، ضيع الأولى وعارف أنه ما خصوش يضيع مرة أخرى في الدقيقة الخامسة في المقابلة، الدقيقة الخامسة من المقابلة. وائل زروقي كيعدل النتيجة لصالح نادي الرياض كبيرة، وبالتالي تحقيق الصعود القسم الثاني. تسديدة من يوسف الصبار وتصدي جميل من الحارس حمزة أقدار، واحد وقيته منخفض، بالتالي يعني الحارس المرمى خصو يكون في اليوم ديالو تصدي جميل آخر من حمزة البزازي، يعني اعترف بهدفين دون يعني هدفين مقابل هدفين. تسديدة تسديدة يعني من اللاعب عزيز، لكن الحارس حمزة دائما متألق كما قلنا، يعني تفيد عثمان دحان. وائل زكوقي غيسدد عثمان دحان، هدف جميل، هدف جميل. يعني عثمان دحان شفنا في مباراة أجاكس طنجة سدد واحد الكرة بشكل جميل، هجمة مرتدة عن نفس المحاولة بني بوعيش افتتح التسجيل الحسن الحد، جميلة تسديدة جميلة. دائما كنتحدثوا عن ضياع الفرص، لكن يوسف حشحوش كيستغل ثغرة دفاعية. بتقدم نادي الرياض بثلاث اهداف مقابل واحد، وعندي الصبار كما قلنا، يعني الشوط الثاني غيكون انهيار بدني. يوسف الصبار بسرعه مع انطلاقه الشوط الثاني في الثانيه 27 من الشوط الثاني، يوسف الصبار كيسجل الهدف الرابع لصالح نادي الرياض المونيطري، وضربه جزاء كيتقدم لها اللاعب الياس الصديق، والهدف الهدف الثاني لصالح نادي ايت بوعياش في الثانيه 54 عفوا الثانيه 56 من الشوط الثاني. نادي الرياض القنيطري متقدم اربعه اهداف مقابل هدفين. سد خطيره عند يوسف الصبار كيسددها، وتصدي جميل كيسددها، تصدي جميل من حارس بوعياش الحارس حمزه اقدر اللي تتالق بشكل لافت في هذه المقابله في المباراه الماضيه، ولكن كيتوفق في هذه المباراه. الزهراوي كيسدد، تصدي جميل، تصدي جميل من الحارس حمزه. هذه المباراه الا كان عندها شي عنوان بارز ممكن 26 من المقابله. تقدم مقطوعه 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 مقطوعه، وهدف مقطوعه، وهدف الثالث صالح بني بوعياش. الياس الصديق كيبصم على الهاتريك في هذه المقابله هذه، نتيجه 4-3، واللي هي دائما النتيجه عند الكره عندي حشحوش. جميل، جميله 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 من يوسف حشحوش اللي كيسجل الهدف الثاني ديالو في هذه المقابله، والهدف الخامس لصالح الرياض القنيطري في الدقيقه 32، الدقيقه 32 من مقصد الاهداف. لكن الرياض يعني عفوا بوعياش كانت عندهم مجموعه من المحاولات خطيره، لكن وائل زكوقي هو ايضا ما قداش بهدف واحد، وائل زكوقي ما قداش بهدف واحد، وكيسجل الهدف الشخصي الثاني والسادس لصالح الرياض القنيطري يعني في الدقيقه 33 من المقابله. طلق ايضا في المقابله الماضيه الكره عند ايمن الدواي، ايمن الدواي كيبحث عن تسديد الهدف، اخيرا ايمن الدواي كيسجل الهدف، الهدف الاول ديالو في هذه المقابله والاول ديالو في هذا الموسم. اللاعب الشاب اللاعب الخلوق كيسجل الهدف الاول ديالو في هذه المقابله على بعد دقيقتين من نهايه المقابله، وبالتالي تقدم الرياض القنيطري بسبعه اهداف مقابله ثلاثه على نهايه المقابله. يوسف بن سعود كما قال الزميل ديالو يوسف الصبار وكتضيع في العارضة، ونهاية المقابلة بتقدم نادي الرياض القنيطري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة. يعني كما قلنا نهاية المقابلة بتقدم الرياض القنيطري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب نادي ايت بوعياش، وفي إطار الجولة الرابعة من مباراة القسم الوطني الثاني للدوري المغربي للفوتسال. كان معكم المهدي القشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله. أخو المقابلة دازت زوينة، واخا الخصم فهمتيني الخصم واخا بربعه اللاعبين فهمتي قدروا يكملوا الماتش، حيت كاين شي فرقه ما تقدرش تكمل الماتش، وحمرت الوجه كما كيقولوا. وشكرا للدراري وكل شيء، اول هدف واول ماتش دخلت فيه، والفرحه اللي خلاتني نسجد ديك السجده. شكرا لكل، شكرا. المقابله كما شفتوا المقابله كانت في المستوى ديال البارفورمانس الصغيره داخل القاعه،
رغم الخصم كان جاب 4 لاعبين ولكن تمتاز مهارة عالية، ولكن عملية قاهرة خانتهم في الشوط الثاني. على العموم المقابلة كانت رائعة، وغنصحوا بعض الأخطاء لأن كما شفتوا كنا تمشيو 3 باكفوا على كونتر اتاك على لاعب أو جوج ما تنساوش فرص، ولكن إن شاء الله تشتغلوا عليها. على العموم انتصار بيين، ورغم كشي ما شفتوا العناصر كلها باقا صغيره وجديده واول مره تصعدوا القسم الثاني. هذا الشيء اللي كنتم في الشوط الاول، كنعرفوا الايقاع في الشوط الاول، والشوط الثاني ان شاء الله يكون نقدر نحسموا المقابله. الشيء اللي وقع رفعنا الايقاع في الشوط الاول، وهما كما شفتوا في الشوط الثاني واخا رفعنا الايقاع ما قدوش يوصلوا، وكما شفتوا كانت يرجعوا كترجع لاعب ولا لاعبين ديال الخصم، واستغلنا هاد الخطوه هذه، والحمد لله حقنا انتصار كان بيين. شكرا.